بعد سنتين تقريبا من غلق الحدود الجزائرية التونسية بسبب جائحة الكورونا تم مؤخرا فتحها والحمد لله. قل لي شنو رأيك؟ كواك فتح هذا مش فتح كلي، فتح فقط للمقيمين في انتظار انه تتغير الاجراءات. انا بصح انا اظن بلي مش اجراءات تاع صحيه، يا كلكو شوز ديرير باسكو يعني. عامين مسكره ساكل با في الراس باسكو فما في اوروبا كاين كيما نقول لك لي كا تاع الكوفيد كاين اكثر من زير واكثر من تونس ومحلولين على بعضهم، اما عامين هذه مسكره هذه مش صحيه هذه سياسيه، وحنا اصلا تعبنا. انا جيت بلا السياره تاعي تعبت، وانا تعبت جيت في الطياره وتعبت. شوف لو بي تاع نعطيك ان اكزامبل، البي تاع الطياره اني با لابورتي تو الموند، عندك بي سي ار تاع 170 دينار في تونس تخلص، وبي سي ار تخلصوا في الجزائر 170 كيف كيف، وتيست جينيتيك، والطياره 600 اليورو تور. تصور انسان في بو عائله، و دوزيام كا تصور انسان عنده لافوبي من الطياره ما ينجمش نورمالمون. حطوا الناس هذا في الاعتبار اخويا، حل تسكر، اما حل كيما يقول لك بور سيرتين كاتيجوري. اخويا الاخر عنده ظرف هنا، واحد ماشي يداوي، واحد عنده عائله، واحد عنده مرته. ميم الفتح هذا التدريجي مش فتح هيك، واش عنده ديكا دي تونس؟ ما عنديش برشا، تزيدش عنده ما عنديش برشا. عندك كيما لوروب تلقى دي سونت دي 1 مليون بار جور، ولا كيما لي زيتازيني، وحالين على بعضهم. بالنسبه معناها هي ديجا غلق الحدود التونسيه الجزائريه خلقت مشكله كبيره ياسر، فهمتني؟ خاصه ما نحكوش على المناطق الحدوديه ولايات الشمال الغربي ولايات الوسط الغربي، فهمتني؟ حتى على المبادرات التجاريه نشوفها تو كونه الحل هذا هو حل جزئي، معناها يخص الحالات الانسانيه نتاع الناس المقيمين في الجزائر ولا المقيمين في تونس، فهمتني؟ اما معناها يلزم تكون ثم اجراءات اخرى خير. فكره طيبه ويلزم تكون هكاك معناها باش تحافظوا على بلادنا وتدريجيا معناتها تدخل العباد وتدخل. ونشوفوا النتيجه نتاعها شنو باش تكون، معناتها ايجابيه سلبيه، شنو مش حاجات نجموا نصلحوها. والبلاد اللي تخاف على شعبها تحترم شعبها وتعطي قدر لشعبها تعمل كيما هكا. سنتين مش برشا؟ ولا بالنسبه عامين ويكون فيها الصحة اللازمة للزوج المواطنين ما بين تونس والجزائر، والله أنا معاه. ما دام فما حاجة اسمها الصحة للمواطن وخوف على المواطن، والله أنا ما تجينيش حاجة غريبة. الحدود كي تحلت خاصة بريود اللي جات تبون، ثم برشا علاقات بيناتنا، وإحنا بلاد واحدة نورمالمون تحل الحدود والعباد زاد تتفرهد على الخدم على المعاملات التجاريه بيناتنا. هي باهي حكايه التلقيح، راه حكايه تجاوز التلقيح يعني كحمايه للتوانسه وللجزيريه زاد. مع فتح الحدود ما عرفتش علاش مانيش فاهم علاش معناتها مسكر الحدود. اي طول معناتها السياح يجيو من كل العالم، بقات الجزائر علاش معناتها؟ نتصور انا قراره خاصه انا خوتنا معناتها الجزائر، انا على حسب ما نشوف فيه معناتها اللي ينفقوا فيه اكثر واحسن من معناتها من السياح الاوروبيين اللي جاون معناتها من سواء معناتها من روسيا ولا من معناتها من اوروبا. معناتها تلقاهم معناتها الجزائريه ما عرفش علاش القرار اتخذ انه يتسكر الحدود مع الجزائر. رئيسهم اللي خذ القرار هو مع فتح حدود كامله، معناتها ما دام معناتها ما فماش تسكير معناتها معناتها على المطارات وكذا، ما فهمش علاش معناتها بقى الى لحد الان معناتها ما تمش فتح الحدود. كاينين عائلات خلطوا حتى الطليق. تصور مرأة ما تشوفش راجلها عام ولا عامين، وراجل ما يشوفش مرته عام ولا عامين. كاين عائلة تشتت، وكاينين ناس ماتت وما نجموش يحضروا الجنازة تاعها. أنا مثلا أنا أمي توفيت بالكورونا وبابا توفى بالكورونا، خويا باش يهبط الجزائر من فرنسا ما نجمش، واش عمل؟ دخل لتونس ومن تونس حرق باش يحضر الجنازة تاع أمي وبابا. سي با لوجيك سا كومام. يا دي زيكسيبسيون، كاين استثناءات، مش هي العرب حنا دائما تاعبين. ما كانش سياسة هكذا كيما يقول لك خارجية، ما كانش سياسة كيما يقول اجتماعية، ما كانش كيما يقول لك في بروندر اون كونسيديراسيون لي كا تاع الناس، الفوزيتي دي لي كا تاع الناس، لي دوسي تاع الناس. تسكر على الناس الكل، وانت تشد الطيارة ضل الدور، انت سكرت ما تجيش لتونس. علاش تجي لتونس؟ نجي كلهم. انت مقيم في تونس؟ شطر مقيم شطر مش مقيم، عندنا دارنا هنا وعندنا. انت قلت لي شطر تونسي شطر تزيري؟ امي تونسية ربي يرحمها وبابا تزيري، وانا شويه انجينيور.
ربي يرحم الوالده ان شاء الله ويرحمهم الزوز. اما في الفتره هذيك نتاع الكورونا وقت اللي البلاد مسكره كيفاش كنت عامل؟ كنا نعاني، كنا اشاك فوا نستناو ان ليير ديسبوارك، اشاك فوا نقولوا اليوم، اشاك فوا نقولوا غدوه، اشاك فوا في مناسبه نقولوا تاو تتحل، مناسبه تاع العيد الثوره، مناسبه تاع نوفالون، مناسبه فينالمون سي تافير ما حبش يحل جبنا. السياحه الداخليه ماتت. انا هاني قلت لك انا نمشي معناتها الحق معناتها في الصيف معناتها ندور نمشي لنابل نمشي فهمتي بريسك معناتها وانا اصلي من جزيره جربه معناتها ديجا معناتها الجزيريه ولوا طول المده الاخرانيه الاعوام الفاتة معناتها ولوا يجيو لجزيره جربه معناتها كل تشوف معناتها مستوى الانفاق نتاع الجزيري على السائح الاوروبي فرق كبير برشا فرق كبير برشا معناتها السائح الاوروبي يجي ديجا معناتها كل شيء على الاوتيل اصلا معناتها حتى اصلا ما ينفق حتى شيء بينما الجزيري تخاه معناتها يتسوق يمشي معناتها الريستورونات معناتها 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 المحترمه الكبيره فهمتي معناتها تخاه معناتها في اي بقعه تمشي تاخذ الجزيري معناتها موجود. يظهر لي نتائج كانت سلبيه بامتياز للبلدين هكا ولا؟ البلدين معناتها بالطبع للبلدين وخاصه نحن خاصه نحن احنا في الظروف هذه معناتها الناس معناتها البلدان تلوج شكون معناتها باش يجي ماهوش كسائح معناتها اني باش نعبي به شي فرجاني جاوني 10 ملايين سائحي شنو دخلت من عنده السائح هذا تلقى السر معناتها تلقاه جاي بالدافيون نتاعو بالليبرجمون نتاعو بماكلته معناتها ب 400 و600 معناتها حكايه فارغه. ثم معاملات وقفت ثم ناس مستانسة تاخذ منها تمشي وتجي من الجزائر لتونس ثم سياحة زادة نقصت ثم برشا حاجات راهي تأثر بطبيعة تأثر على البلاد بالكورونا راهي أثرت على العالم كل مشكل على تونس والجزائر. أنا احنا كلنا إن شاء الله بركة تحل وإن شاء الله ترجع كيف العادة وترجع الأمور تتفرغ بيناتنا. ثم ناس معناها الناس خدمتها التجارة يمشي خدمة بين تونس والجزائر الحدود شريط الحدود الكل الخدمه نتاعو هي تجار يمشوا للجزائر يتاجروا يجوا لهنا فهمتوا هم بعيدا فهمتني ثم تجار نحن هنا السياحه في تونس فهمتني ولا راهم يجونا 3 ملايين جزيري كل عام كانوا 3 ملايين جزيري كان يخدموا الوتلا يخدموا الرسترونات يخدموا القهاوي غيره فهمتني ولا تقصد الحركه الاقتصاديه قلت اقتصاديه بالطبيعه ما شنو عندها تاثير كبير ياسر فهمتني ونحن شنو تونس نحن عندنا المنفذ ليبيا والجزائر ليبيا شوف الاوضاع السياسيه اللي موجوده فيها وتويك وزيد الجزائر مسكره فهمتني اش قال ماك تشوف الوضع الاقتصادي في تونس فما بيت كانت تمشي غاديك الجزائر تقضي وتمشي وتبدل قطايع الكرهبها وواحد يقول حركيه حرس بالطبيعه ضرت تونس بالكذا خاطر الكوميرس الكل مع الجزيريه والليبي كي تسكر الحدود بطبيعه التوانسه باش تضر وحتى ماديا باش تضر زاده فهمتني وان شاء الله تتحل ان شاء الله نتحل ونرجلوا امورنا معاهم. طبعا انا نعيش في الجزائر ما قلت لك انا جزء نسيت تونسي جزيري وتونسي بون تبقينا فهمت انا توليت مقيم عندي براسك 10 سنين في الجزائر فهمت. كيف جيت لتونس؟ انا جيت لو 17 قبل القرار لا قبل هذا قريب نروح انا تويكا اي دونك مالك كيفاش جيت انت؟ انا في الطياره تتكلف الطياره؟ لا تكلفت 7 ملايين 7 ملايين تونسي لا جزائريه جزائريه مليون براسك تونسي ما نتاعك التلقيح ونتاعك الطياره ونتاعك الترونسبور ونتاع كذا عندك عائلتك في تونس؟ اي انا مولود في تونس انا امي تونسيه وكابر في تونس انا ولد باب القواس وكابر في باب الخضره والحنين هزك للجزائر والله حنين للجزائر بابا حنين امي ما في تونس انا ما نحبش كون في الزوز راه اتونسيون اللي يتكلم لي في الجزائر راني نهبل عليه واللي يتكلم لي في تونس نهبل عليه نتاج على العالم الكل كان على الاقتصاد العالمي الكل مش على تونس والجزائر ولا مصر ولا ليبيا ولا فرنسا ولا العالم الكل هذا يمر قاعد بفتره فهمت تاع كورونا هذه ان شاء الله ربي يبعد علينا وان شاء الله ترجع الامور باهي ما فماش خلافات ما فماش الكورونا هذه حكمت في العالم مش حكمت ما بين الجزائر ولا تونس ولا هي الجزائر حتى الصحة بارك الله فيهم اللي حلوا حدودهم شويه خير من اللي ما فماش بالكل واللي باش يجي داوي في تونس فما طرق قانونيه يمشي للطبيب نتاعو يعطيه ما يثبت اللي هو راهو مريض ويلزمو يعالج البرة وكذا وياخذ ترخيص ومرحبا به في تونس والتونسي مرحبا به في الجزائر. التوانسه يمشوا تهجروا الجزائر يحبوا يجوا يصيفوا عندهم فاميليتهم في
فاميليا نتاعهم في الاوروب يجيو هنا يقابلوهم. هنا السياحه مش كما في الجزائر، هنا تسهر وتدور وتقابل وفهمتني. وبالطبيعه احنا سياحيين اقوى من الجزائر، وهم يحبوا بلادنا واحنا نحبوا الجزائريه. لازم تحل الحدود اخي، احنا شعب واحد عبر اخي. وقتاش قسمت ولد تونس والجزائر؟ كان بريد الاستعمار، دي كانت بلاد واحده. ارجع قبل كانت افريقيه تلم الكل، تونس والجزائر واللي كلها تبع كانت افريقيه. تو تبدلت المعطيات من التقسيم ولد حدود، تي حدود هذيك اللي كان عملها المستعمر. جغرافيا فقط؟ جغرافيا اخي، فرد كما يقولوا فيها كلنا فرد دين وفرد واحد. ماذا بينا تتفتح الحدود الجزائريه والليبيه صراحة، خطر برشا قاعدين نتعاملوا معاهم احنا ديجا كلهم. ماذا بينا تتفتح الحدود كلها، وان شاء الله نكون حماية للناس الكل هذاك.